ونحيل الكلمة مباشرة الأستاذ هبول باش يتناول كل ما يتعلق بظروف وملابسات توقيف إحسان القاضي ووضعه تحت النظر لغاردافي وكذلك الأمر بحبسه مؤقتا من طرف السلطة التحقيق. فليتفضل. صباح الخير. إحسان القاضي قبل ما يكون صحفي ومدير مؤسسة إعلامية أولا مواطن من بين الحقوق الأساسية، هو الحق في الحرية والأمان على شخصه، أنه يكون مطمئن كيروح لدار ويبات فيها مطمئن، كيمشي في الشارع يكون مطمئن. التوقيف أو الحرمان من الحرية الدستور والقوانين الأخرى نظمته. يوم 24 كما يعلم الجميع على الساعة وبعد منتصف الليل يتم اعتقاله في منزله من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي. كهيئة الدفاع النيابة العامة بادرت إلى تحضير بيان رسمي وإخبار الرأي العام، بمعنى هذه القضية ما هيش قضية شخص، قضيتهم سواء الناس على الصعيد الوطني أو حتى الصعيد. لما ذكرت في البيان التحا واحد الجزئية أو العبارة مهمة جداً، أنه مصالح الشرطة القضائية فتح التحقيق ابتدائي سيت اون انكيت بريليمينار في لو جارغون جوريديك جوديسيير، كي تعود اون انكيت بريليمينار ضوابط وشروط التوقيف تخضع للمادة 65 مط 1 من قانون الإجراءات الجزائية. حتى الشخص المشتبه فيه في إطار تحقيق ابتدائي في حالة إذا ما ارتأت الشرطة القضائية أن توقفوا، القانون يفرض عليها ترسلوا استدعاءين، وفي حالة عدم امتثاله تطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا يسلم لها الإذن باش تستحضروا بالقوة العمومية. هذا الشيء ما وقعش في القضية انت أو في الملف انت على القضية إحسان. لماذا؟ هذا هو الشيء. مادامنا رانا بصدد انكيت بريليمينار، بالعكس لما يكون تحقيق في حاله الجرم المشهود او انكيت اون فلاغرانس يقدر حتى المواطن يوقف الجاني يتصرف في الشارع. ما هو الشارع نشوف واحد سرق واحد مباشره نروحوا نوقفوه ونسلموه للشرطه. اذا هذا هو الامر الاول الخطير، لماذا تم توقيفه بهذه الطريقه. الملاحظه الثانيه انه كما أشرت إليه الأستاذ عسول، أعوان المتابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي اللي بالمناسبة نكتشف أن هذه الهيئة أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الدفاع الوطني، لأنه الشيء اللي معروف ومنشور في الجريدة الرسمية إلى حدود 25 ديسمبر 2019 تلقاوها في الجريدة الرسمية، أنه المرسوم الرئاسي اللي يتضمن تنظيم مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي هي تابعة لوزارة الدفاع الوطني، وهذا شيء معروف، أحد هياكل المصالح العسكرية للأمن، بمعنى أن الوصاية الإدارية هي وزارة الدفاع الوطني. منذ متى أو متى تم تحويل الوصاية إلى رئاسة الجمهورية؟ ما هو النص القانوني والمرحلة اللي صار فيها؟ وبالمناسبة أنه هياكل رئاسة الجمهورية اللي في المراسيم الرئاسية لا توجد من بينها المديرية العامة للأمن الداخلي، وهذا بالنسبة لنا كرجال قانون يبقى محل علامة استفهام كبيرة. لماذا رئاسة الجمهورية تلحق إلى مصالحها هيكل من هيكل الشرطة القضائية؟ إذن في حالة ما إذا كانت هناك مساءلة أو إجراءات قانونية أو منازعة أين سيلجأ المواطن؟ معروف منذ الاستقلال أن الهياكل الإدارية اللي تتبع لها مصالح الشرطة القضائية ثلاثة أو اثنتان لا رابع لهما، لا ثالث لهما: وزارة الداخلية بالنسبة للشرطة، المديرية العامة للأمن الوطني،
الدرك الوطني وزارة الدفاع الوطني، المصالح العسكرية للأمن وزارة الدفاع. لماذا يلحق مصلحة للشرطة القضائية برئاسة الجمهورية؟ ومنذ متى حدث هذا الأمر؟ هل الأكيد أنه في 2019 ما هوش موجود؟ هل في 2020؟ هل في 2021؟ وهذا أمر بالنسبة لنا لأنه يتعلق بممارسة السلطات القضائية، وكمحامي وكدفاع لازم يكون معروف لأنه هذا صار في 2019. هذه المسألة الأولى. إذن ممكن احتمال يكون مرسوم غير منشور، وهذا حتى في حالة ما إذا حصل، لماذا لم ينشر هذا المرسوم؟ وما هي الخلفيات والأسباب اللي كانت وراء إلحاق هذا الجهاز فيما يتعلق بمهامه نتاع لابوليس جوديسيير فقط؟ الأمور الأخرى احنا كمحامين لا تعنينا على الإطلاق. إذن التوقيف نتاع إحسان القاضي اللي هو شخصية أولا صحفي، شخصية إعلامية معروفة، يعرفوه الناس وين يسكن، يعرفوه الناس وين يمشي، وبالمناسبة عنده عدة ملفات قضائية وتوبع في جنايات واستدعي عدة مرات أمام القضاء وامتثل. إذن التوقيف فيه كان مخالف للقانون، وحنا هذه المسألة تطرقنا لها لأنه أمر بالغ الأهمية ويتعلق بممارسة أو الحق في الحرية والأمان اللي يهم كل مواطن ويكون عنوان أو من معالم دولة القانون. المسألة الثانية وهي وضعه في السجن. تعلم الجميع أنه النيابة العامة في البيان انتحى أشارت إلى اتهامات، ذكرت اتهامات. هو في حقيقة الأمر إحسان القاضي عنده ربع تهم، ربع مواد: المادة 95، المادة 95 مكرر، المادة 96، ثم هناك من قانون العقوبات، ثم أوتي بمادة أو نص كان في ليزوبليات، كان طي النسيان من عهد بومدين إن لم تخني، وهو الأمر 77/3 في 19 فبراير 1977، والمتعلق بجمع التبرعات المادة 8. المادة 95 و 96، المادة 95 تتكلم عن تلقي شخص ما لأموال من مصدر خارجي للقيام بالدعاية السياسية. 2، المادة 95 مكرر تتحدث عن تلقي أيضا أموال سواء من مطرف مؤسسات في الداخل أو الخارج للقيام بأعمال هدفها المساس بأمن الدولة والمؤسسات. هذا المواد جاءوا في التبويب نتاع الجرائم السياسية. والمادة 96 المكرر اللي معروفة اللي جات في عهد الجزائر الجديدة نتاع عرض المنشورات، بمعنى لتمس الرأي أو الموجهة إلى الرأي، بمعنى أنه هذه التهم بغض النظر عن الوقائع اللي ما نطرقوش هي تهم جات في باب الجرائم السياسية، سيليزان فراكسيون بوليتيك. جمع التبرعات الأستاذة زبيدة قلت لكم باللي فيه كلام عن تلقي أموال من مصدر، يقولون تشكون هما هذا الأجانب والمبالغ اللي سلمت لإحسان القاضي فقط. هو عنده قرينة البراءة، هما يقولون شحال، هل 10,000 20,000؟ سمعنا في كلام في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى 50,000 أورو من الاتحاد الأوروبي، أو يشيبون هذا كلام. يبقى أي واحد يقدر يقولوا ليه حتى تلقى 100 مليون دولار، يبقى مجرد كلام. على الجهة اللي تتابع إحسان القاضي أو من يقول يجيبون الدليل. هذه التهم. الوضع نتاعه في الحبس، السجن نتاعه، بلا ما ندخل في الأمور النظرية، الحبس المؤقت دائما ستون مزير اكسبسيونال اي اكستراوردينار، لأنها منافية لقرينة البراءة. فيه بدائل، كاين لو كونترول جوديسيير، والأصل هو الإفراج، الأصل هي لا ليبرتي. حتى التعديلات القانونية دائما تقول أنه المتهم يترك بريء. إحسان القاضي عنده ضمانات كثيرة، راه مقيم في الجزائر، عائلته مقيمة في الجزائر، أعماله موجودة في الجزائر، السن تاعه أيضا
إحسان القاضي ماهوش عمره 25 سنة أو 30 سنة أيضا من الناحية الصحية، وثاني شخصية عمومية إعلامية، إنسان معروف وفيه متابعات قضائية ضده بجنايات، أتصور فيه ملفات ضده بجنايات ولم يجد. إذن لماذا سجن إحسان القاضي؟ راح نقول لكم بأنه في أصل هذا المتابعة الأصل تاعها هو ملف سياسي. الغلاف القضائي أو الغلاف القانوني هش، وإلى لحقنا وصلنا للجلسة العلنية راح يكتشف الجميع مدى هشاشة هذا الملف، وكأنه خيط العنكبوت يراد إحسان القاضي يغطيه بهذا الشيء هذا. إذن الملف هذا جاء بعد واحد الأحداث صراحت، وهو أنشر مقال رأي وأيضا أنشر أن تويت، مباشرة جاء رد الفعل. إذا إلى جانب تراكمات أخرى، الصحفي لا يسجن برأيه، مدير الجريدة الإعلامية لا يسجن، بدليل أن القوانين دائما والدستور يقول لكم الجريمة الصحافة لا تتعلق بالصحافة لا يسجن فيها، الرأي لا يسجن. إحسان القاضي راه موجود في الحراش وما بين ربع جدران، ولكن هل المقالات تاعو سجنت؟ هل الآراء تاعو سجنت؟ الناس كل يقرأ فيها إلى هذا الحد. La voix des sans voix.